السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم على المنصة الرقمية، وكل سنة طيبين، رمضان مبارك عليكم جميعا. النهاردة هنتعرف على أول حاجة في الأساسيات فن الدمج اللي هو الظل، فتعالوا نعرف هيتعمل الظل إزاي. وفي البداية لازم نبقى يعني محددين اتجاه الظل هيبقى من فين علشان نعرف نعمل باقي الظلال، يعني على العنصر الموجود في التصميم بتاعه. يلا نشوف ده هيتعمل إزاي عملي.